21/10/2012 مدينة الرسلان، معاناة أهالي وأطفال مدينة الرسلان جراء القصف اليوم. أنت من عند مخدمة؟ معنا حكيكة؟ مروا عمو، شو لجمكم من المدرسة؟ في ليش مدارس بالرسلان؟ كرة القدم بالدرج، كل نهار صواريخ طيارة بالرسلان. عم توفر لهم شيء للأولاد صغار؟ طب اكل شرب جاي شتويه لشو بكون دبر راسه؟ شتويه ما في لا مازوت ولا ما في شيء، لا كهرب ما في شيء. ولا تيار بهدوم مثل ما في هدوم يلاقيها العالم، ولا اكل للاولاد الصغار، ولا حليب للاولاد الصغار كمان، ولا حفوضات للاولاد الصغار. في اولاد ما بنتقال الحفوضات كمان. الله خير الله. هذه معاناه اطفال مدينه الرسلان. مرحبا عمو، شو عم يصير قصف هون؟ شو وين كان قصف هون بالحارة؟ ضرب علينا الصاروخ في نحن هون قاعدين بالمسجد. طب وين رحتوا بعد ما صار قصف؟ هربتوا وضليتوا هون بالبيت؟ هربنا لعنا.